كانت فكره هاشم. هاشم العدوي شغال معانا في الدور التاني. خدوا الفكره دي وارموها في الزباله. احنا كنا بنلفها كده. مظبوط. دلوقتي هنلفها كده. عكس عقارب الساعة. أمال هي كانت إيه؟ مع عقارب الساعة. وضربت بقى وفرقعت وعملت مبيعات وكسرت الدنيا. كل حاجة اتأثرت باللفة الجديدة. Product segmentation, target audience. احنا بقينا في حتة تانية خالص، دي مش نفس الشركة اللي أنا دخلتها من سنة. Market share, consumer testing, focus groups. احنا كشركتنا بقت هنا وبقيت شركات هنا. في فرق دلوقتي بيننا يعني بتاع 20 سم يمكن أكتر. It doesn't change how it tastes, it doesn't affect the consistency. I cannot understand it at all. مش ملاحق على الطلبات، طلبات 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 طلبات. This is complete and utter nonsense. مفيش هوس في السوق. هو ده بقى السيلز فوكس؟ أيوه. أنا هبعت ميل أقول لهم مفيش هوس في السوق، أهو واحد اتنين. بعت الميل. كل حاجة في الشركة اتغيرت. ده أنا قبل اللف. وده أنا بعد اللف. يعني أنا مثلا بدل ما بقلب الشاي كده بقيت أقلبه كده. المعنويات العامة بقت أحسن، الموظفين بقوا يجوا بدري، كلنا بقينا نصبح على بعض. صباح الخير يا طارق. صحتي بقت احسن، بقيت اصحى بدري، حتى الوجع اللي في ركبتي راح. انا كان استحيل اعمل كده الاول. انا مولود بالوحمه دي هنا. بص بعد اللفه بقت فين. وطبعا اللفه الجديده محتاجه شكل جديد. ده الشكل الجديد، ازرق، شكل جديد، سبلاشات كريمه وشوكولاته على الاطراف. نصيحه لاي حد مزنوق في حاجه كده يجربها كده. I'm not gonna clap. بس كده. الحمد لله. فوز، مفيش أحلى من كده.